التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية وسبل تعزيز الائتمان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديات تطبيق البلوكيشن وسلامة القطاع المصرفي وتداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المصرفي وانعكاسها على النمو الاقتصادي كانت أهم البنود على جدول الاجتماع 42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الأردنية عمان. يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل ظروف مليئة التحديات السياسية والاقتصادية التي كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على بلدان العربية وما رافقها من ارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع حركة الاستثمارات البينية وتراجع مكانة المنطقة ككل كوجهة للاستثمارات الدولية. وتعمل المصارف المركزية ومؤسسات النقد على تدعيم التحويلات الخارجية وربطها من أجل تشجيع المغتربين على التحويلات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي والتجارة البينية بين الدول العربية. عملنا نظام مدفوعات موحد، معناته يعني سيكون تبادل الحوالات المحلية بين بعضنا البعض، وبيكون كمان يعني التغطيات بتكون أيضا محلية من خلال بنوكنا العربية، ما بيلزم إنه نتعامل مع البنوك المراسلة، وهذا اللي حتعطينا نوع من بعتقد المتانة أيضا والملاءة، ويصير كمان يعني أكثر تبادل خلينا نسميها تجاري وتبادل كمان حوالات عبر هاي الشبكة اللي احنا متوقع تكون مفيدة لكمان لفلسطين، لأن احنا يعني أهلنا الفلسطين عايشين بالشتات ودول عربية بيقدر يستعملوا هاي الشبكة لأي كل حوالاتهم كمان لفلسطين. كما تم إدراج مخاطر الابتكارات المالية وتمكين المرأة ماليا ومصرفيا واستخدام أدوات الدفع الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي وتحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة. اجتماع دوري لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في العاصمة الأردنية عمان من أجل تنسيق العمل العربي المشترك في هذا القطاع ووضع الخطط المستقبلية وأوجه التعاون فيما بينهم. دام الكردي، قناة الغد، عمان.